ولكن ما رأى لأنها تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن تمثل الشعب المغربي في خياراته. عندما غمار الانتخابات البرلمانية كنا ننتظر من مكونات الحركة اللي هي حزب الطالعة وحزب النهج الديمقراطي أن يشاركوا في الانتخابات واختاروا المقاطعة جبنا بالمواجهة حزب العدالة والتنمية الذي اختار قائده رغم ما قيل فيه بأن يساند الملكية الدستورية وأن يساند استقرار الوطن، ففوجئ بأن الشعب المغربي كله صوت عليه واختار هذا الخيار اللي هو التغيير في إطار القواعد الديمقراطية. شحال واحد أنا ماشي إسلامي، أنا المشروع ديال العدالة والتنمية، المغاربة بغاو التغيير الوحيد ولكن بغاو بطريقة المغاربة أيضا باغي التغيير الحقيقي. واش التغيير على حساب المؤسسات؟ واش نعوضوا الفرق؟ كاين اللي كيقولها راه كل طرف الشعب يريد يسحق النظام، ولكن كل طرف الشعب يريد يسحق النظام. هذا منطق الفوضى. لا اسمعني.